أحسن عليكم. هذا يقول أنه مقيم في بلاد الكفر والضريبة على مبيعاته مرتفعة جدا، فهل يجوز له التصريح بنسبة أقل كي يفر من الضرائب؟ قلت مرارا وتكرارا أنه لا يجوز للإنسان أن يكذب في الفواتير من أجل التهرب من الضرائب، حتى لو قلنا إن الضرائب محرمة، وأنا لا أقول إن الضرائب محرمة مطلقا، بل فيها تفصيل ذكرته سابقا ليس هذا موطن ذكره، لكن المقصود حتى لو قلنا إنها محرمة فلا يجوز للإنسان أن يفعل حراما بنفسه ليتخلص من حرام يفعله غيره. ما يجوز أن تكذب لتتخلص من الضريبة المحرمة إن كانت محرمة، لأن دفعك للضريبة المحرمة إن كانت محرمة ليس حراما بالنسبة لك، ليس حراما بالنسبة لك، وإنما هو حرام على الآخر. فلا يجوز أن تفعل الحرام لتتخلص مما ليس بحرام عليك، وإنما هو حرام على غيرك. والمعاملات لا يختلف فيها التعامل مع مسلم أو غير مسلم إلا ما جاء به الدليل فقط، فالحكم واحد سواء كنت في ديار الكفر أو في ديار المسلمين. على أن الذين يفرضون الضرائب يرون أن ذلك مقابل استعمال ما تهيئه الدولة من كهرباء وطرق و و و و و ونحن لا نقول أنه جائز مطلقا ولا نقول أنه حرام مطلقا، لكن أنت في بلاد الكفر كأن بينك وبينهم عقد استئجار للمرافق، هذا العقد مقابل الضرائب، تستعمل المرافق مقابل الضرائب. فإذا شكوت قلنا عليك بالهجرة، عليك بالهجرة، لأنه قبل قليل سبحانه قبل العصر سألني سائل عن أناس يقولون إنهم في ديار الكفر وأنهم لا يستطيعون شراء البيوت إلا بمبالغ عالية، وأن الاستئجار فيه تعب عليهم ومشقة وكذا، فهل يجوز أن يقترضوا بالربا من أجل شراء البيوت لأنه لا طريقة عندهم إلا الاقتراض بالربا؟ قلت إن صح ما قلت تجب عليهم الهجرة عينا، ولا يجوز لهم البقاء في ديار الكفر. إذا كنت تقول إذا بقيت في ديار الكفر فلا بد من أن أفعل الربا، قلنا ما جاز لك أن تبقى عندهم يوما واحدا، يجب أن تهاجر. نعم.